السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي. سنة سعيدة عليكم إن شاء الله، ومعانا الدرس الأول من فرعنا الجديد البلاغة. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، عندنا فرعين جداد هيزيدوا عن المرحلة الإعدادية، هم البلاغة والأدب. البلاغة هي علم مواطن الجمال. يعني إيه؟ هيجيب لي نص في الامتحان، النص ده مش هكون خدته قبل كده، ولا حد حتى هيشرحه او يقراه ويطلب مني اطلع مواطن جماله. طيب، احنا عندنا مواطن الجمال او علم مواطن الجمال اللي هي البلاغه، واللي بتتكون معانا من 3 علوم. معانا علم البيان، وعلم البديع، وعلم المعاني. كل علم من دول هيكون عليه سؤال. طيب، العلم الاول وهو علم البيان، هيقول لي استخرج صوره بيانيه. ببحث عن ايه؟ حاجه من 4، عندنا التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل. التشبيه والاستعارة دول دروس الترم الأول، طب الكناية والمجاز المرسل دول دروس الترم الثاني. يعني لما هيقول لي استخرج صورة بيانية هدور على حاجة من 2. النهاردة درسنا الأول اللي هو التشبيه، ودرسنا القادم إن شاء الله اللي هو الاستعارة. وتعالوا نبدأ بالتشبيه. والتشبيه معانا 5 أنواع: مفصل، مجمل، بليغ، تمثيل، ضمني. مفصل، مجمل، بليغ، تمثيل، ضمني. هنشوف نفرق ازاي بين الانواع الـ5. التشبيه المفصل ويذكر فيه الاركان الـ4. لما نقول الجندي كالاسد في الشجاعه، هنا ينفع اقول صور الجندي بالاسد في الشجاعه، يبقى ده تشبيه، بس عايزين نحدد النوع. طب تعال نشوف الاركان بتاعته. مين المشبه هنا؟ الجندي. مين المشبه به؟ الأسد. فين الأداة؟ الكاف. فين وجه الشبه اللي بين الجندي والأسد؟ الشجاعة. هلاقي دول 4 أركان: المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه. الـ4 أركان موجودين، يبقى ده تشبيه مفصل، يعني أنا فصلت الـ4 أركان. طب لو قلت البسمة كالدواء يشفي المريض، طب تعال نشوف الأركان. مين المشبه؟ البسمة. مين المشبه به؟ الدواء. فين الأداة؟ الكاف. فين وجه الشبه اللي بينهم؟ يشفي المريض. الـ4 أركان موجودين، فصلت الـ4 أركان، يبقى ده تشبيه مفصل. طب هي الأداة، هل هي الكاف فقط؟ لا، ده الأداة دي ممكن تكون حرف زي الكاف وكأن، ممكن تكون فعل، أي فعل يفيد التشبيه، يشبه، يماثل، يناظر، أو نفس الأفعال دي لو اتحولت لأسماء. لو قلت مثل، مثيل، شبيه، ممكن تبقى حرف واسم كمثل الكاف وكلمة مثل. طيب، التشبيه المفصل إذن فيه الـ4 أركان. طب لو حبيت أجمل أختصر، بدل 4 أركان نخليهم 3، هيبقى معايا المجمل. طب عشان يبقوا 3 هحذف مين؟ الأداة أو وجه الشبه. تحذف الأداة أو وجه الشبه. طب تعال نبص في المثال اللي قدامنا. هو أنا لو حذفت وجه الشبه هيبقى الجندي كالأسد، كده فضلوا 3 أطراف. طيب أهو، هو الجندي كالأسد. طب ولو حذفت وجه، لو حذفت الأداة يبقى الجندي أسد في الشجاعة، برضه كده 3 أطراف. يبقى الجندي كالأسد في 3 أطراف: المشبه، المشبه به والأداة، محذوف وجه الشبه، يبقى كده مجمل. أو لو حذفت الأداة، الجندي أسد في الشجاعة، يعني الجندي مشبه، الأسد مشبه به، شجع وجه الشبه، يبقى حذفت طرف اللي هو الأداة، يبقى ده تشبيه مجمل. إذا تشبيه مجمل 3 أطراف. طب عايز أختصر أكتر، بدل ما 3 أطراف أخليهم 2، هيبقى التشبيه اللي بعده بقى اللي هو بليغ، اللي هو هتحذف الأداة ووجه الشبه مع بعض، يفضل معايا بس الطرفين الأساسيين اللي هم المشبه والمشبه به. فنقول الجندي أسد، البسمة دواء. يبقى أنا كده معايا تشبيه مفصل، مجمل، بليغ، ممكن نحفظهم زي خطة الكورة كده 4-3-2. مفصل، مجمل، بليغ، 4-3-2. المفصل في كل الأركان، المجمل في 3، بحذف مين؟ يا الأداة يا وجه الشبه. طب البليغ في طرفين فقط، بحذف مين؟ الأداة ووجه الشبه مع بعض، يبقى كده مفصل، مجمل، بليغ، 4-3-2. طب في الـ3 أنواع دول بنصور كلمة بكلمة. في النوعين التانيين بقى، تشبيه التمثيل والتشبيه الضمني، دول بقى تصوير جملة بجملة، حالة بحالة، وليس كلمة بكلمة.
ولكن الفرق بينهم ايه؟ التشبيه التمثيل تصوير حالة بحالة، والضمني برضو تصوير حالة بحالة، بس ايه الفرق؟ في التشبيه التمثيل بنذكر الأداة أو نقدرها، أما في التشبيه الضمني لا تذكر الأداة ولا تقدر. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مرة تانية: مثل الذين حملوا التوراة. صور اليهود اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم التوراة ولم يفهموها ولم يعملوا بها، مثل الحمار الذي يحمل أسفار يعني الكتب ولكن لا يفهمها ولا يعرف ما بها. طب فين الأداة؟ الكاف ومثل مع بعض كمثل، يبقى هذه حالة وحالة والأداة موجودة، يبقى تشبيه تمثيل. ناخد مثال تاني: تسيل الدموع من عيون الفتاة كالدلو ينسكب منه الماء. صور للفتاة وهي حالة الفتاة والدموع بتسيل من عينها بغزارة بحالة الدلو اللي بينسكب منه الماء بغزارة، دي حالة وحالة والأداة موجودة اللي هي الكاف، يبقى تشبيه تمثيل. طيب تشبيه الضمني بقى حالة بحالة، بقى ما فيش أداة ولا تقدر. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. الإنسان اللي بيتهان تبقى الإهانة بالنسبة له سهلة، يعني نشتم ويضحك ما بيحسش بالإهانة. طب دي الحالة الأولى، زي مين بقى؟ زي الميت إذا جرحناه لا يتألم، أدي حالة وحالة وهنا ما فيش أداة، يبقى تشبيه ضمني. طب مثال تاني: تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. صور النفس لما بتهون علينا ونزلها، تهون علي نفسي وزلها وتعبها عشان اوصل للمعالي. طب زي مين اللي بيخطب الحسناء؟ البنت الجميلة. طبعا بنت جميلة فهتطلب مهر غالي، فلازم بقى يتداين ويزل نفسه عشان يدفع المهر الغالي لهذه الفتاة، يبقى دي حالة وحالة ايضا ولا توجد اداة، يبقى تشبيه ضمني. اذا ملخص درس التشبيه احبابي ان انا عندي مفصل مجمل بليغ 4-3-2، مفصل في كل الاركان، مجمل في 3 تحذف الاداة او وجه الشبه، البليغ في 2 يحذف الاداة ووجه الشبه، ودول تصوير كلمة بكلمة. اما التشبيه التمثيل والضمني فتصوير حالة بحالة، لكن التشبيه التمثيل توجد الاداة وتقدر، التشبيه الضمني لا توجد اداة ولا تقدر. وبكده يبقى انتهينا من درس التشبيه. صور التشبيه البليغ، ومعانا 5 صور للتشبيه البليغ. اولا انه ممكن التشبيه البليغ يكون على صورة مبتدا وخبر. طب مثل العلم نور، صور العلم بالنور، دول طرفين فقط، يبقى ده تشبيه بليغ زي ما قلنا، مفصل مجمل بليغ 4-3-2. طيب لو حبينا نعرف العلم نور جملة اسمية مبتدا وخبر. الحزن امواج، صور الحزن بالامواج، وهنا برضه جملة اسمية مبتدا وخبر، يبقى دي أول صورة. لو عكست أنا الكلمات دي هتديني الصورة الثانية، مضاف ومضاف إليه. طبعا معروف إن المضاف مضاف إليه نكرة ومعرفة. طيب زي نور العلم، دول نكرة ومعرفة، اديني مضاف ومضاف إليه. طب لو حبيت أقول صور، صور العلم بالنور، صور العلم بالنور، دائما نجد إن المعرفة مشبه والنكرة مشبه به، صور العلم بالنور. فهنا العلم مضاف إليه. أمواج الحزن، صور الحزن بالأمواج، صور الحزن بالأمواج، وبرضه هنا الحزن مضاف إليه والأمواج مضاف. الحالة الثالثة الحال وصاحبها. طيب ظهر اللاعب نجما في المباراة، كيف ظهر اللاعب نجما؟ دي أعرب حال. طب مين صاحب الحال؟ هو مين اللي هو النجم ده اللي هو اللاعب؟ دول الحال وصاحبها، هل أهم يبقوا مشبه ومشبه به؟ صور اللاعب بالنجم، صور اللاعب بالنجم، يبقى الحال وصاحبها. الحالة الرابعة ان يكون على صورة مفعول مطلق، ودي مهمة جدا الحقيقة، لان في ناس كتير بتخطأ فيها وبتقول ان ده تشبيه ضمني. طيب وقف الجندي وقوف الاسد، وقف وقوف، اذا وقوف دي مفعول مطلق. صور وقوف الجندي بوقوف ايه؟ الاسد. واحد يقول لي يا مستر ما هي باين ان دي جمله وجمله وهو ما فيش اداه هنا، يبقى ده تشبيه ايه؟ ضمني. لا، اول ما نلاقي المفعول المطلق يبقى ده تشبيه بليغ. صور وقوف الجندي
وفي الأسد. أخيرا مجرور بمن، مشينا على جسر من التعب. هو التعب ممكن يبقى جسر نمشي عليه؟ يبقى ده التصوير، صور التعب بالجسر. المشبه هنا مجرور بمن، وممكن يأتي المشبه إليه أيضا مجرور بمن. يبقى أنا كده عندي صور التشبيه البليغ الخمسة: المبتدأ والخبر، المضاف والمضاف إليه، الحال وصاحبها، المفعول المطلق مجرور بمن. مرة تانية يا أحباب عشان تحفظوا معايا: المبتدأ والخبر، المضاف والمضاف إليه، الحال وصاحبها، المفعول المطلق مجرور بمن. طب يتبقى معانا كده في درس التشبيه اللي هو سر جمال التشبيه، بس الحقيقة ده مش هناخده إلا بعد ما ناخد الدرس اللي بعده اللي هو الاستعارة، لأن سر جمال التشبيه والاستعارة شيء واحد. إذن انتهينا من درس التشبيه، برضه إن شاء الله هنكمل الاستعارة. طب وإيه هي الاستعارة دي؟ هي عبارة عن تشبيه بليغ ولكن حذف أحد طرفيه، والتشبيه البليغ طبعا اللي فيه الطرفان فقط اللي هما المشبه والمشبه به. طيب إذا حذف أحد الطرفان، طيب أحد الطرفين، فإذا حذف المشبه اللي هو الطرف الأول هتبقى استعارة تصريحية، إذا حذف المشبه به اللي هو الطرف الثاني هتبقى استعارة مكنية. طب لو الاثنين موجودين هيبقى تشبيه بليغ. يا مرة تانية، لو حذفنا المشبه اللي هو الطرف الأول تبقى استعارة تصريحية، طب لو حذفنا المشبه به الطرف الثاني تبقى استعارة مكنية. طيب دلوقتي احنا هنحل بطريقة بسيطة جدا، لو ركزتوا معايا في الطريقة دي اللي انا هعلمها لك دلوقتي هتحل الصورة البيانية ومش ممكن تغلط فيها ابدا وبسهولة. اداني مثلا يا مصر، هسيب مكان فاضي كده ابقى اكتب فيه تشبيه ولا استعارة ولا ايه بالظبط؟ وبعدين هو يا مصر، هل مصر ممكن اناديها وترد عليا؟ طبعا لا، فهنقول له كده: صور مصر بانسان ينادى. وبعدين في اللي انت كتبته حبيبي تلاقي ايه؟ فين المشبه؟ فين المشبه به؟ صور مصر بانسان، يبقى مصر المشبه ودي الطرف الاول، انسان المشبه به وده الطرف الثاني. ارجع بقى للجمله الاصليه اعمل مقارنه، مين فيهم مش موجود في يا مصر؟ هلاقي الانسان اللي هو الطرف الثاني المشبه به محذوف. طب لما يبقى الطرف الثاني محذوف بالتالي ارجع اكتب له ان دي استعاره مكنيه. طيب لو خدنا جمله ثانيه: قاتل اسودنا الاعداء. الله، هو المفروض مين اللي بيقاتل، الجنود ولا الاسود؟ الجنود، بالتالي هقول له كده: صور الجنود بالاسود التي تقاتل. طيب مين المشبه هنا برضه؟ الجنود دي الطرف الاول، مين المشبه به؟ الاسود الطرف الثاني. مين فيهم مش موجود بقى في الجمله الاصليه؟ هلاقي الجنود اللي هو الطرف الاول، لما يبقى محذوف الطرف الاول هو المشبه بالتالي تديني استعاره تصريحيه. طيب خدنا مثال ثاني: ظهر الحق. هل الحق ده شيء مادي ممكن يظهر؟ طبعا لا، يبقى صور الحق بشيء مادي يظهر. تعال نشوف فين الطرفين، مين المشبه؟ الحق. مين المشبه به؟ الشيء المادي. ادي الطرفين اهو، مين فيهم مش موجود؟ هلاقي الطرف الثاني اللي هو الشيء المادي. طيب لما يبقى محذوف الطرف الثاني تبقى استعاره مكنيه. طب لو بصينا البيت الشعر ده: سألتك يا صخرة الملتقى متى يجمع الدهر ما فرقا. لو خدنا هنقول شفوي كده، يلا احبابي كده اشتغلوا معايا عشان مش كل مره هنكتب صور ايه، احنا هنقول شفوي ونفهم. سألتك، هل الصخره انا ممكن اسالها؟ يبقى صور الصخره بانسان يسال. مين المشبه؟ الصخره. مين المشبه به؟ الانسان. مين المحذوف بقى؟ برافو عليك، الانسان اللي هو الطرف الثاني. يبقى كده استعاره ايه؟ مكنيه. طب برضو يا صخره، صور الصخره بانسان ينادى. طيب هنا مين المحذوف؟ برضو الانسان الطرف الثاني. برافو عليك، تبقى استعاره مكنيه. برضو لو قلت يجمع الظهر، هل الظهر الزمن ممكن يجمع؟ طبعا لا، بصور الظهر بانسان يجمع، يبقى حذف برضو الانسان الطرف الثاني، بالتالي تديني استعاره مكنية.
إذن الاستعارة هي تشبيه، ولكن تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. فلو حذفت المشبه الطرف الأول تديني استعارة تصريحية، لو حذفت المشبه به الطرف الثاني تديني استعارة مكنية. وبكده يبقى انتهينا من التشبيه والاستعارة. محسنات البديعية، علم البديع. والمحسنات البديعية تنقسم إلى نوعين، في محسنات لفظية وفي معانا محسنات معنوية. طب السؤال بتاعها هيجي ازاي؟ واللي استخرج محسنا بديعيا، لو قال لي محسن وسكت يبقى هطلع أي حاجة لفظي أو معنوي. أما لو قال لي محسن لفظي أو قال لي استخرج موسيقى في البيت، فهنا استخرج المحسنات اللفظية. ودول خمسة، إيه هما؟ عندي الجناس، التصريع، السجع، حسن التقسيم، الازدواج. تعال نشوفهم بالتفصيل ونبدأ بالجناس. والجناس يعني كلمتين شبه بعض في الحروف، وهما نوعين، تام وناقص. الجناس التام كلمتين يتشابهوا في الحروف وفي عددها وفي نوعها وفي تشكيلها، يبقى شبه بعض في الحروف والتشكيل بس لازم المعنى يكون مختلف. شبهوا في كل شيء، في الحروف والتشكيل والمعنى مختلف. طب زي ايه؟ احب شوقي وشوقي له يزيد، نفس الحروف والتشكيل بس المعنى مختلف. احب شوقي ده انسان، شوقي له يزيد يعني حبي له يزيد، المعنى مختلف. الوقت من ذهب وقد ذهب، أو نفس الحروف والتشكيل بس الذهب اللي هو المعدن، وقد ذهب يعني مضى أو انتهى. صليت المغرب في المغرب، قابلت هند في الهند. أما الناقص، احنا قلنا هو يتشابه في الحروف والتشكيل، لو واحدة من دول اختلفت الحروف أو التشكيل يبقى ده كده مع طبعا المعنى هيبقى ناقص. فتعال نشوف اختلاف تشكيل، زي رجل ورجل، أو نفس الحروف بس تشكيلها اختلفت أصبح ناقص، أو يكونوا شبه بعض في الحروف بس في حرف أو اتنين مختلفين، زي مات وفات، زي ينسي وأنسي، زي خير وخيري. طيب تاني حاجة التصريع بقى، التصريع ده تشابه الحرف الأخير بين شطري البيت الأول، يعني ده يكون في الشعر فقط، في البيت الأول فقط. يبقى عندي بيت شعر زي ده، عنترة بيقول سكت فغر أعدائي السكوت وظنوني لأهلي قد نسيت. نلاحظ السكوت ادي اخر كلمه، نسيت ادي اخر كلمه، الحرف الاخير هنا متشابه، يبقى الكلمتين دول باخدهم واقول له بينهما تصريع ويكون في البيت الاول. طب التصريع لو جاني في النسر هنغير اسم بقى عند الله هنسميه السجع، برضه تشابه الحرف الاخير بس في النسر بقى نقول بين جملتين لان ما فيش في النسر شطرين. طب زي ايه؟ عندنا خطبه، من عاش مات، من مات فات، نسمي اتفاق الفواصل او تشابه الحرف الاخير، فباخد مات وفات يبقى دول بينهما سجع. طيب حسن التقسيم والازدواج دول زي بعض، تساوي جملتين، لو الجملتين دول كانوا في الشعر هنسميه حسن تقسيم، لو الجملتين اللي قد بعض كانوا في النثر هنسميه ازدواج. طب نبدا بحسن التقسيم، اذا تساوي جملتين بس في الشعر فقط. الخنساء بتوصف اخوها صخر، طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمردا. بالنظر أحبابي كده هنظر هلاقي فين الجملتين المتساويتين، طويل النجاد رفيع العماد. أي حد يجي يغني بقول له قسم يا سيدي، قسم يعني دي جمل إيه قد بعض، تديني كده موسيقى في النطق، طويل النجاد رفيع العماد، يبقى ده حسن تقسيم. الازدواج هو بس في النسر. طيب من عاش مات، من مات فات. الله، ده احنا كنا خدنا مات وفات من شوية، دول كان بينهما ايه؟ كان بينهما سجع، وخدنا مات وفات كان بينهما جناس ناقص. طب الجملة بالكامل، والجملة بالكامل المرة دي ايضا بينهما ازدواج. يبقى انا كده عندي المحسنات اللفظية خمسة، الجناس وفي تام وناقص وده تشابه حروف، التصريع وده في الشعر فقط تشابه الحرف الاخير بين شطري البيت الاول، السجع وده في النثر فقط هو اتفاق الفواصل او تشابه الحرف الاخير بين الجمل، حسن التقسيم والازدواج زي بعض جملتين قد بعض، لو كانوا في الشعر هنسميهم حسن تقسيم ولو كانوا في النثر هنسميهم ازدواج. وبكده يبقى انتهينا من المحسنات البدائيه اللفظيه. اللي سؤالها يقول لي استخرج محسنا بدائيا ويسكت، بطلع اي حاجه. محسنا لفظيا ده واحد من دول، او ممكن يقول لي استخرج موسيقى في البيت، حدد لي بيت، يبقى برضه بطلع واحد من دول. وكده انتهينا من المحسنات اللفظية. المحسنات كنا شرحنا في السابق من علم البديع المحسنات اللفظية، وقلنا
دول كانوا خمسة: الجناس والتصريع والسجع وحسن التقسيم والازدواج. النهاردة معانا المحسنات المعنوية، ودول برضو خمسة: عندنا الطباق والمقابلة ومراعاة النظير والالتفات والتورية. تعال نبدأ بالطباق. الطباق ده اللي كنا نسميه في إعدادي التضاد، يعني كلمة وعكسها. هو نوعين، عندنا طباق إيجاب وطباق سلب. طباق الإيجاب ده مجرد كلمة وعكسها، زي الليل والنهار، أبيض وأسود، قصير وطويل، كلمة وعكسها. أما طباق السلب وده بيكون بالنفي. تعال نشوف عنترة بيقول إيه: خلقت من الحديد أشد قلبا، وقد بلي الحديد وما بليت. فين الكلمة بقى وعكسها بالنفي؟ هلاقي بلي وما بليت، أي نفس الكلمة ويضع لها أداة نفي. أو لو قلنا كده بجملة بسيطة: عاد الأب ولم يعد الابن، يبقى عاد ولم يعد. أما المقابلة أو نسميها التقابل، دي جملة وعكسها، يبقى الطباق كلمة وكلمة عكس بعض، لكن المقابلة لا، جملة وجملة عكس بعض. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يخفض بيوت العز والكرم. عشان تسمى مقابلة لا في عدة طبقات، فأنا عندي العلم عكسها الجهل، طبق يرفع سيخفض أيضا طبق. أما لو خدت الشطرين بالكامل فكده هيكون بينهما مقابلة. الطبق والمقابلة الاثنين سر جمالهما ايه؟ نفس سر الجمال بتاع اعدادي، كنا زمان نقول في اعدادي بينهما تضاد يعمل ايه؟ يبرز المعنى ويوضحه. يبقى سر جمال الطبق والمقابلة ايه؟ يبرز المعنى ويوضحه. ده سر جمال الطبق والمقابلة. طب مراعاة النظير، شيئان متلازمان، يعني حاجتين يكملوا بعض، ما ينفعش يكونوا غير مع بعض. البحر والامواج، المروحة والهواء، الجندي وسلاحه، الطالب وكتابه، المسجد والهلال، الكنيسة والصليب. يبقى حاجتين دايما يكونوا مع بعض، فكده مراعاة النظير. الالتفات، الانتقال من ضمير لضمير. أنا عندي الضمائر ثلاث أنواع طبعا: متكلم ومخاطب وغائب. إن أنا انتقل من ضمير لضمير فيهم بس بشرط يكون على نفس الشخص، رغم إن الضميرين مختلفين هيتكلموا عن نفس الشخص. طب تعال نشوف على لسان اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فين الضمائر اللي هنا؟ أنا ضمير متكلم، عيد على مين؟ على البحر. طب وهاء الغيبة، أهو ده متكلم وده غائب، مين اللي في أحشائه الدر؟ برضه عيد على البحر. يبقى رغم إن الضميرين مختلفين، انتقل من ضمير متكلم لضمير غائب، والاتنين عايدين على نفس الحاجة اللي هي البحر، يبقى ده الالتفات. اخيرا التورية، الحاجة التورية يعني بنسميها السهل الممتنع. جميع المحسنات اللي خدناها دي كلها بتبقى يا بين كلمتين يا بين جملتين، الا التورية هي كلمة واحدة يتيمة. يعني بمعنى لو طلب مني محسن ومديني في الاختيارات كلمة واحدة، مديني المحسن كلمة واحدة مش كلمتين او جملتين، خلاص ما فكرش، هقول له على طول تورية. طيب التورية هي عبارة عن كلمة واحدة بس، الكلمة دي لها معنيان: معنى قريب الناس تفهمه، ومعنى بعيد مقصود. لما اجي اقول لواحد حماك الله، هيفهم ان انا بقول له يعني ربنا يحفظك، ده المعنى القريب اللي فهمه، بس انا بقى اقصد معنى تاني بعيد، انا خبيث شوية، فبقول له حماك الله يعني يحميك في الفرن، يحميك في النار، يعني يولع فيك. فإذا حماكة دي لها معنيين. إذا التورية بدور على الكلمة اللي ينفع يبقى لها معنيين. طيب الراجل كان بيحب مراته قوي، فبيسألوه إيه أخبار زوجتك؟ فقال الحمد لله هي حية تسعى، هي حية تسعى. فهنا حية بمعنى عايشة، وده اللي وصل للناس، لكن هو من جواه يقصد حية يعني ثعبان بيمشي في البيت. مرت الأيام، المعنى القريب هيوصل لنا إن الأيام عدت، بس المعنى البعيد اللي نحن نقصده انه مرت، اصبحت الايام مره، لها طعم مر. اذا معانا مراعاه النظير والالتفات والتوريه، سر جمالهم ايه؟ اي واحد من الثلاثه دول سر جماله اثاره الذهن والانتباه. يبقى دي المحسنات المعنويه معانا خمسه: الطباق، المقابله، مراعاه النظير، الالتفات، التورية. وكده يبقى انتهينا من المحسنات البدعية او من علم البديع، علم المعاني، وده اللي فيه انواع الاساليب
وعندنا اسلوب انشائي واسلوب خبري. اسلوب خبري لفظ انشائي معنى، وعندنا اسلوب القصر وعندنا اسلوب التوكيد. طيب وتعال نبدا احبابي بالاسلوب الانشائي. يبقى الاساليب الانشائيه نوعين، اسم انشائي نوعين، عندنا طلبي وعندنا غير طلبي. الطلبي ده 7 انواع، والغير طلبي ان شاء الله يبقى 5 انواع معانا. تعال نبدا بالطلبي. احفظ معايا، قلمك في ايدك، دفترك في ايدك، سجل معايا علشان المعلومه تثبت معاك، واصبر معايا واسمع الفيديو لاخره علشان تقدر تطلع الاساليب بصوره صحيحه، لان دي حاجه مكمله معاك ان شاء الله ل3 سنين. طيب اسلوب انشاء الطلب، عندنا امر، نهي، نداء، استفهام، تمني، تحضير، تعريض. تحضير دي يعني بيحسني على عمل شيء كويس. طب والتعريض؟ بيعرض عليا ان انا اعمل برضه عمل كويس، عمل حسن. يبقى مره ثانيه نقولهم احبابي، امر، نهي، نداء، استفهام. طب نقولهم كده بسرعه اسهل، امر، نهي، نداء، استفهام. طب بعد كده تمني، تحديد، تعريض. طريقه سهله للحفظ، امر، نهي، نداء، استفهام، تمني، تحديد، تعريض. تعال ناخد كل واحد فيهم وناخد مثال ونفهم. نبدا بالامر. لما يقول لي ذاكر دروسك، انا كنت في اعدادي كنت اقول له ان ده اسلوب امر برضه نصحي. طب ايه اللي هيزيد معايا في ثانوي؟ ان انا بدل ما اقول اسلوب امر، لا اقول له اسلوب انشائي طلبي، وبعدين نوعه امر، وبعدين غرضه النصح. يبقى انا كل اللي زاد معايا بدل ما هقول اسلوب امر، لا اقول له ايه؟ اسلوب انشائي طلبي نوعه امر، وبعد كده غرضه النصح. طيب النهي، لا تهمل دراستك. طبعا عندنا نهي وعندنا النفي. طب افرق بينهم ازاي؟ النهي ده بيبقى مباشر لما اقول لا تهمل، اما النفي يبقى غير مباشر لو قلت لا يهمل. طيب اسلوب انشائي برضو طلبي نوعه، هقول نهي. اسلوب انشائي طلبي نوعه نهي، وبرضه هنا بيقول لي لا تهمل دراستك، يبقى بينصحني بغرض النصح. طب النداء، يا مصر، بدل ما اقول اسلوب نداء برضه هقول ايه؟ اسلوب انشائي طلبي نوع نداء. وطبعا لما نادي اعلى مني في المكانه فيبقى التعظيم، غرضه التعظيم. طيب استفهام، هل ينسى احد مصر؟ بدل ما اقول اسلوب استفهام برضه بقول له ايه؟ اسلوب انشائي طلبي نوع استفهام. طيب هل ينسى احد مصر؟ اجابتها ايه دي؟ اجابتها لا. اي سؤال اجابته لا يبقى غرضه النفي. يبقى اسلوب انشائي طلبي نوع استفهام، غرضه النفي. نيجي بقى للتمني. التمني اداته ايه؟ ليت، لازم يبدا بليت. طيب ويكون لايه؟ للشيء المستحيل، حاله مستحيل تحصل. طيب ليت الشباب يعود يوما، هل الشباب ممكن يرجع؟ طبعا لا، شيء مستحيل. طب وفي نفس الوقت بدا بايه؟ بليت. يبقى ده اقول له ايه؟ اسلوب انشائي طلبي نوعه ايه؟ تمني، وبعدين غرضه ايه؟ واحد بيقول يا ريت شباب يرجع تاني، فبيتحسر على الشباب اللي راح، فهنا غرضه التحسر. طيب التحضير اداته ايه؟ هلا، يبقى اللي يبدا بهلا يبقى تحضير. طيب والتحضير احنا قلنا ايه؟ بيحسني، بيشجعني ان انا اعمل حاجه كويسه. طيب هلا سالت الخيل يا ابنه مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. عنترة يوجه حديث العبلة، هلا سألت الخيل. طب أنا عايز أعرف معنى الجملة، أروح أشيل هلا والفعل اللي بعدها وأحولهم لأمر. اسأل الخيل يا ابنة مالك، عنترة بيقول لعبلة لو أنت ما تعرفنيش اسألي عني الخيول، هي اللي بتشوف قوتي في المعركة. يبقى لما أجي أقول له هلا سألت الخيل، أسلوب إنشائي طلبي، طب نوعه إيه؟ تحضير. طيب غرض غير، طبعا بيفخر عنترة بقوته. التعريض اداته الا، الا وليس الا، الا. طيب الا تذاكرون فتتفوقوا، والتعريض زي ما قلنا بيعرض علي امر علشان افعله. الا تذاكرون اهو بيعرض علي ان انا اذاكر، فتتفوقوا يعني ده يعتبر طلب. يبقى اقول له اسلوب انشائي طلبي، طب نوع تعريض. لو واحد بيقول لي ذاكر يبقى غرضه النصح. يبقى الاسلوب الانشائي الطلبي معانا مره ثانيه 7 انواع، عندنا امر، نهي، نداء، استفهام. تمام لغايه هنا كلنا عارفينهم، امر، نهي، نداء، استفهام. التمني يبدا بليت، بيقول الشيء مستحيل. التحضير
يبدأ بهلة ومعناه الحث على فعل شيء كويس. طب التعريض يبدأ بألا وبيعرض عليه أيضا أمر طيب لأفعله. كده انتهينا الأسلوب الإنشائي الطلبي. تعالوا ننتقل مع بعض الأسلوب الإنشائي غير الطلبي. ورجعنا لكم مرة تانية أحبابي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي علشان نستكمل مع بعض الجزء الثاني من علم المعاني هو الأساليب الإنشائية والخبرية. كنا خدنا في الجزء الأول الأسلوب الإنشائي الطلبي وكنا قلنا إن هو بيتكون من 7 أنواع. طب إيه هما؟ كنا قلنا عندنا أمر، نهي، نداء، استفهام، تمني، وعندنا تحضيض وتعريض. النهاردة معانا الأسلوب الإنشائي غير الطلبي. والأسلوب الإنشائي غير الطلبي عندنا 5 أنواع. عندنا كامل خبرية، الرجاء، القسم، التعجب، المدح والذم. مرة تانية يا حبابي قلمك في إيدك، دفترك في إيدك، سجل معايا الحاجات المهمة واصبر معايا آخر الفيديو عشان تقدر تستخرج معانا الأساليب بصورة صحيحة. مكملة معاك إن شاء الله ال3 سنوات. مرة تانية أسلوب الإنشائي غير الطلبي 5 أنواع: كامل خبرية، الرجاء، القسم، التعجب، المدح والذم. وان شاء الله الاساليب الانشائيه غير الطلبيه اسهل بكتير من الاسلوب الانشائي الطلبي. طب ليه؟ لانه مش هيسالني عن الغرض، فقط النوع. تعال نشوف كم الخبريه. كم الخبريه؟ عشان في كم خبريه وكم استفهاميه. الاستفهاميه دي تدخل معنا في الطلبي، اما الخبريه غير طلبي. طب ايه الفرق بينهم؟ استفهاميه بتسال عن عدد وتحتاج اجابه. لما اقول كم طالبا في المجموعه حاجه سؤال عايز اجابه. لكن لما اقول كم رجل يحب وطنه، هل دي حاجه تتعد؟ لا، امال ايه؟ دي تفيد الكسره، وهلاقي في نهايتها علامه تعجب، وهلاقي تمييزها مجرور، اما الاستفهاميه فتمييزها مفرد منصوب. طيب كم رجل يحب وطنه؟ هنقول له ايه بقى؟ اسلوب انشائي غير طلبي، نوعه كم الخبريه فقط، مش هيقول لي غرضه ايه. يبقى اسلوب انشاء غير طلبي نوعه كم الخبرية. لما ندخل على الرجاء، كنا قلنا انه التمني كان يبدا بليت ويكون للشيء المستحيل، اما الرجاء للشيء الممكن. طب ايه ادواته؟ عندنا 4: لعل، والثلاثه اللي هم اخوات كاد اللي هم افعال الرجاء، عسى وحرى واخلى ولقى. مره ثانيه ادوات الرجاء، الرجاء لازم يبدا بايه؟ لعل، عسى، حرى، اخلى ولقى، ويكون للشيء الممكن. لعل الله يرحمني طبعا شيء ممكن، فهنا اسلوب انشائي غير طلبي نوعه الرجاء، ملوش غرض. طب القسم، والله لأذاكرن البلاغه. قسم والله لأذاكرن البلاغه، معروف انه حرف الواو او الباء او التاء ممكن اقول والله او بالله او تالله، ويعرب حرف جر وقسم، ولفظ الجلاله المقسم به بيعرب اسم مجرور، دي ثوابت اعرابيه، ودي جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. طيب والله لأذاكرن البلاغة، أسلوب إنشائي طبعا، أسلوب إنشائي غير طلبي ونوعه القسم. طب التعجب، سواء إيجابي أو سلبي، ممكن نقول ما أجمل التفوق، ما أصعب الأشواك، تعجب إيجابي أو سلبي. طيب أقول أسلوب إنشائي برضو إيه؟ غير طلبي ونوعه التعجب. طب المدح والذم، نعمة الصفة الصدق، معروف ان المدح والذم عندنا نعمة وبئس وحبذا ولا حبذا، نعمة الصفة الصدق يبقى ده مدح. اسلوب انشائي برضو غير طلبي ونوعه المدح. يبقى كده الاسلوب الانشائي غير طلبي عندنا مرة تانية كامل خبرية، الرجاء، القسم، التعجب، المدح والذم. كده انتهينا من الاسلوب الانشائي اللي هو طلبي وغير طلبي. الطلبي 7 أنواع والغير طلبي 5. ننتقل بقى للاسلوب الخبري. الاسلوب الخبري ده مجرد خبر ويحتمل الصدق او الكذب، بشرط ما يكونش تابع اي نوع من الاساليب الانشائيه اللي هم ال 12. يعني مثلا انا لو قلت انا ملك هذه المجموعه، هل الجمله دي مجرد خبر واحد جاي يوصل لي خبر، وممكن يكون صادق وممكن يكون كاذب، ممكن يكون ملك هذه المجموعه وممكن يكون صعلوك هذه المجموعه، فممكن يكون صادق وممكن يكون كاذب. طيب هل انا ملك هذه المجموعه فيها اي اسلوب من اساليب ال 12 والنوم، امر او نهي او نداء او استفهام او اي اسلوب؟ طبعا لا، مجرد جمله عاديه، جمله خبريه. فاقول له ده اسلوب خبري، ودايما غرضه ايه؟ غرضه التقرير، تقرير دي يعني التوكيد. طب زائد ايه تاني ما تدل عليه الجمله؟ واحد بيقول انا ملك، يبقى غرضه ايه؟ الفخر. ده الاسلوب الخبري.
طيب النوع الاخير بقى، لا هو خبري ولا هو انشائي، امال نقول عليه خبري لفظا انشائي معنى، ودايما ده لمين؟ الدعاء، سواء بالخير او بالشر. مرة تانية، الدعاء اقول عليه ايه؟ اسلوب خبري لفظا انشائي معنى. طب زي ايه؟ كان الله في عونك، انا بدعي له ربنا يعينك، فهنا طبعا اسلوب خبري لفظا انشائي معنى غرضه الدعاء، بس بشرط برضو ده اللي اقول عليه كده ما يكونش تبع الاساليب الانشائيه. يعني لو قلت يا رب اغفر لي، فيا رب هنا انا بدعي، بس لا ما اقولش ده خبري لفظا انشائي معنى. امال يا رب ده ايه؟ اسلوب انشائي، نوع نداء، بعدين غرض الدعاء، يبقى لازم ما يكونش تبع الاساليب الانشائيه. وكده يبقى انتهينا من الاساليب الانشائيه والخبريه والخبري لفظا انشائي معنى، ويتبقى معانا حاجتين، معانا اسلوب التوكيد ومعانا اسلوب القصر. وانتظرونا ان شاء الله في الجزء الثالث بانتظار اسئلتكم في التعليقات، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، احبابي طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي، ورجعنا لكم مره ثانيه والجزء الثالث من الاساليب الانشائيه والخبريه. كنا شرحنا في الجزئين السابقين الاسلوب الانشائي، وقلنا طلبي وغير طلبي، وكمان شرحنا الاسلوب الخبري، وكمان شرحنا الخبري لفظا انشائي معنى. النهارده معانا اسلوب التوكيد واسلوب القصر، وتعال نشوف اسلوب التوكيد. اول حاجه لو عايز اكد جمله اسميه، الجمله الاسميه ليها ثلاث مؤكدات. لما اقول والله ان الدرس لسهل، فهلاقي القسم وان واللام، بنسميها لام التوكيد المزحلقه. يبقى الجمله الاسميه ثلاث مؤكدات، ممكن استخدم واحد او اثنين او ثلاثه، فممكن القسم وان واللام. انا ممكن اقول لا الدرس سهل، ممكن اقول ان الدرس لسهل، كده اثنين، او استخدم الثلاثه والله ان الدرس لسهل، يبقى القسم وان واللام. طب الجمله الفعليه لا، هنقسمها بقى، الفعل الماضي لوحده والمضارع لوحده والامر لوحده. ركز معايا، وقلمك في ايدك وكراستك في ايدك، سجل معايا علشان زي ما قلنا قبل كده ان الكلام ده مهم هيفضل معانا ان شاء الله الثلاث سنين. اسمع معايا الفيديو لاخره علشان تقدر تستخرج الحاجات دي، لان دي الثوابت اللي انت هترتكز عليها واللي هتحتاجها ان شاء الله في ثانيه، وهتحتاجها كمان في ثالثه علشان ما تحتاجش تكرارها مره ثانيه. طيب الفعل الماضي، والله لقد فاز المجتهد، هنلاقي القسم واللام وقد. يبقى اي فعل ماضي ناكده بثلاث حاجات، القسم واللام وقد. برضو ممكن اقول قد فاز، استخدم اداه واحده، لقد فاز استخدمت اثنين، والله لقد فاز كده استخدمت ثلاثه، القسم واللام وقد. قد مع فعل ماضي تبقى توكيد، لكن قد لو جه بعدها فعل مضارع تفيد الشك، او قد ينجح المهمل، طبعا حاجه مش واثق منها. قبل الفعل المضارع برضو لي ثلاث مؤكدات، والله لا أذاكرن الدرس، عندي برضو القسم وعندي اللام وعندي النون، نون التوكيد، القسم واللام والنون، فعل المضارع ثلاث مؤكدات، القسم واللام والنون، والله لا أذاكرن الدرس. طيب الفعل الأمر مؤكد بحاجة واحدة بس، نون التوكيد، اسعين في الخير، اسعين في الخير، نون التوكيد. طيب المفعول المطلق يعتبر وسيله التوكيد، وقفت مع صديقي وقوفا، يبقى ده اسلوب مؤكد بالمفعول المطلق. التوكيد اللفظي اللي هي التكرار سواء لحرف او كلمه او جمله، التعاون التعاون ايها العرب، يبقى التعاون توكيد لفظي. ايضا التوكيد المعنوي، وده درسناه قبل كده من دروس النحو، عندنا كل ونفس وعين وجميع وكلا وكلتا. بس عشان يكونوا توكيد معنوي ليهم شرطين، الشرط الاول لازم يتصل بهم ضمير، والثاني يجوز حذفها والكلام ما يتاثرش. طب تعال نشوف، الطالبان كلاهما فائزان، الطالبان كلاهما فائز، مين في دول؟ هما الاثنين فيهم ضمائر كلاهما، بس مين ينفع احذفها؟ هنا ينفع اقول الطالبان فائزان. هل ينفع اقول الطالبان فائز؟ طبعا لا، يبقى هي دي اللي معانا توكيد، توكيد معنوي. طيب في معانا كمان حرف الجر الزائد. طب زي ايه حروف الجر الزائده؟ زي الباء لما تيجي في خبر ليس، ليس الدرس، ليس الدرس بصعب، ليس الدرس بصعب، الباء هنا جت في خبر ليس، يبقى الباء دي حرف جر زائد يفيد التوكيد، او الجمله دي مؤكده بحرف الجر الزائد.
بعد كده ايضا من ضمن اساليب التوكيد اسلوب القصر. اسلوب القصر دايما غرضه التخصيص والتوكيد، وده مهم جدا جدا. ركز معايا، قلمك في ايدك، سجل معايا اسلوب القصر ده بالذات. غرضه دايما التخصيص والتوكيد. طب وسيلته ليه؟ خمس وسائل. طيب الوسيله الاولى، اي جمله تبدا بانما. انما المصريون متحدون، انما المؤمنون اخوه. النفي والاستثناء، لا اله الا الله، ادي لا وادي الا، نفي واستثناء. تقديم ما حقه التاخير، يعني ايه؟ في الفصل الطالب المتفوق. هي الجمله اسميه تبدا باسم، يا فعليه تبدا بفعل. والله بصيت لقيتها بدات بجار ومجرور، يبقى ده شبه جمله خبر مقدم والطالب مبتدا مؤخر. يبقى ده تقديم شبه الجمله على المبتدا، او اقول له تقديم الجار والمجرور، او تقديم الخبر على المبتدا. طب لو قلت برضو كده، انا عض الرجل الكلب، يلا فين التقديم اللي هنا؟ ينفع اقول الرجل عض الكلب؟ طبعا لا، لان الاعراب قائم على المعنى. المفروض انه عض الكلب الرجل. يبقى هنا قدم المفعول به على الفاعل، يبقى ده اسلوب قصر لانه في تقديم، قدم المفعول على الفاعل. يبقى اسلوب القصر اما انه يقدم مفعول فاعل او يقدم شبه الجمله. طب ايه تاني؟ تعريف طرفي الجمله الاسميه اللي هما المبتدا والخبر. معروف ان المبتدا معرفه والخبر نكره، زي ما الرياضه مفيده، الشجره مثمره. لو الخبر جه معرفه يبقى ده تعريف طرفي الجمله الاسميه، زي هو الله، انت الفائز، يبقى ده تعريف طرفي الجمله. بعد كده حروف العطف، بس مش كلهم، ثلاثه بس، لكن وبل ولا. لكن وبل ولا. طب عشان اعرفهم حروف عطف لازم يكون في اسم قبلهم واسم بعدهم مترتبين على بعض كده. وبص، ما احب الحرب لكن السلام، ما احب الحرب لكن السلام، ما احب الحرب بل السلام. اكلت خضارا لا فاكهه، قابلت رجلا لا امراه، يبقى لازم يكونوا مترتبين على بعض. لكن لو قلت مثلا لا طالب مهمل، هل في حاجه مترتبه عليها؟ لا بل مش تبعنا، يبقى لازم يكون في اسم قبلها واسم بعدها. يبقى اسلوب القصر دايما غرضه التخصيص والتوكيد. طب وسيلته دي؟ خمس وسائل. اول حاجه انما، بعدين النفي والاستثناء، تقديم ما حقه التاخير، تعريف طرفي الجمله الاسميه، حروف العطف اللي هم لكن وبل ولا. ويبقى كده انتهينا من علم المعاني. في انتظار اسئلتكم في التعليقات، وفقكم الله.